بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدينج شانل مع كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول. عنوان محاضرة اليوم: ما هي استراتيجية هذا الكورس؟ يعني ما هي الطريقة أو الخطة التي سوف نتبعها في هذا الكورس؟ سنتناول في هذا الكورس شرح 15 نموذج من نماذج الشموع اليابانية بالتفصيل مع التطبيق العملي على الشارت. الدقائق التالية من الفيديو سوف أتركك تستمتع بالموسيقى الهادئة مع هذه النماذج 15، والتي يجب على كل متداول أن يعيها ويستوعبها ويفهمها جيدا حتى يتمكن من أخذ الصفقات الرابحة في الوقت المناسب وعلى التايم فريم المناسب في المدة الزمنية المناسبة. هذا لا يعني أنه لا يوجد نماذج أخرى مهمة، لكن مبدئيا هذه هي أهم 15 نموذج. لو فهمتها واستوعبتها كويس وطبقتها تطبيقا صحيحا فلن تكون محتاج إلى غيرها من النماذج. ثم بعد ذلك سنوالي بالشرح والتفصيل والتطبيق العملي على الشارت، كل نموذج على حدة على جميع الفريمات ابتداء من فريم الدقيقة وحتى فريم الشهر. والآن أتركك مع هذه النماذج.
كان المحاضرة الأولى التطبيق العملي لشمعة الهامر على الشارت. المطرقة هامر عندما يكون اتجاه الأسعار في هبوط، فإن هذه الشمعة تعرف باسم المطرقة، وهي تتكون من جسم صغير في الجزء العلوي من مدى الأسعار وظل سفلي طويل نسبيا، يجب أن يكون طول الذيل مساويا على الأقل 3 أمثال طول الجسم، أي أن الجسم يمثل ربع طول الشمعة والذيل تقريبا يمثل 3/4 الشمعة، وليس للون الجسم أي أهمية، فقد تكون خضراء أو حمراء. والمطرقة إما أن تكون بلا ظل علوي أو بظل علوي صغير جدا، وهي شمعة تنبئ بانعكاس الاتجاه، وحيث أنها تأتي في نهاية الاتجاه الهابط، فهذا معناه أن الاتجاه سوف يتغير إلى صاعد، وعادة ما يعمل الظل السفلي كدعم للأسعار. والآن سوف أتركك تستمتع بهذه الموسيقى وتقرأ بعينيك وبعقلك شمعة الهامر على الشارت، لكن أنصحك عدة نصائح. نحن نأخذ صفقات شراء فقط باستخدام شمعة الهامر، لكن نصيحتي لك لا تتداول في عكس الاتجاه، حاول أن تأخذ صفقاتك اللي هي صفقات الشراء دائما مع الاتجاه العام، مع ملاحظة أنني في هذه المحاضرة استعنت بالموفينج أفريج 14 لمعرفة اتجاه الأسعار. إذا كانت الشموع فوق منحنى الموفينج أفريج كان الاتجاه صاعد وادخل صفقات شراء، وإذا كانت الشموع تحت منحنى الموفينج أفريج كان الاتجاه هابط، وممكن أدخل صفقات شراء باستخدام شمعة الهامر، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنني أخذ صفقة في عكس الاتجاه فلا بد من أخذ الحيطة والحذر، ويفضل عدم الدخول في الصفقات في عكس الاتجاه العام. وفي مثل بيقول لك خليك مع الاتجاه إن شاء الله يبقى لك نصيب وياه. المحاضرة الثانية من هذا الكورس، عنوان المحاضرة المطرقة المقلوبة inverted hammer وكيفية التداول بها. كنا وبحمد الله قد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن شمعة المطرقة هامر، واليوم نتناول بالشرح والتطبيق العملي على الشارت شمعة المطرقة المقلوبة inverted hammer، وهي تتكون من جسم صغير يتدلى من خط علوي طويل، أي أن الشمعة بجسم صغير سفلي، وهي نفس شمعة المطرقة لكنها مقلوبة كما هو واضح من الرسم، وهي بهذا الجسم الصغير لها ظل علوي طويل نسبيا، طوله يساوي على الأقل ضعف طول الجسم، أي طول الذيل في هذه الحالة أدي الجسم مرتين على الأقل، يعني ممكن أطول من كده مفيش أي مشكلة، لكن الطول المعقول الغير ناتج عن أخبار معينة أو أي شيء آخر. والمطرقة المقلوبة كما هو الحال في المطرقة المعدولة، إما أن تكون بدون ظل سفلي أو بظل سفلي صغير. هذه الشمعة لها شكل النجمة الطائرة نفسها، لكنها تظهر عندما تكون اتجاه الأسعار في نزول، أي أنها تأتي في نهاية اتجاه هابط، ويمكن أن يكون لون جسمها أخضر أو أحمر مفيش أي مشكلة، وهي تنبئ بعكس الاتجاه من هابط إلى صاعد، أي من أسفل إلى أعلى، يعني بتنبه المتداول بأنه يدخل صفقات شراء، ويفضل الدخول في صفقات الشراء بظهور تأكيدات معينة، مثل أن تغلق الشمعة التالية لها أعلى من ذيل شمعة المطرقة المقلوبة. وكما تكلمنا في المحاضرة السابقة أننا نستخدم موفينج أفريج 14 لمعرفة الاتجاه، ويفضل دخول صفقات الشراء أعلى من منحنى الموفينج أفريج. ومع المحاضرة الثالثة بعنوان نموذج الحصار الصاعد بوليش انجولفينج باترن، أو ما يعرف باسم النموذج الابتلاعي. بوليش انجولفينج هو نمط سعري عاكس للاتجاه النزولي، أي أنه يحول الاتجاه من هابط إلى صاعد، وبالتالي فهو نموذج ثيراني شرائي يتكون من شمعتين، الأولى جسمها أحمر صغير نسبيا، تتبعها شمعة خضراء جسمها أخضر كبير، تبتلع بداخلها تماما جسم الشمعة الأولى. ويفسر ذلك بأن الثيران اللي هم المشترين قاموا بمحاصرة الدببة البائعين عندما كانت الأسعار تتجه إلى أسفل، حيث
يفتح السوق بسعر يقل عن سعر إقفال الجلسة السابقة، وذلك عندما كان البائعون يسيطرون على الموقف، إلا أن ثيران المشترين نجحوا أخيرا في تجميع قواهم ودفع الأسعار إلى أعلى لتنجح في تحقيق سعر إقفال يعلو عن سعر فتح الشمعة السابقة. في الدقائق التالية من الفيديو نستعرض بعض التطبيقات العملية لنموذج الابتلاء على الشرط، مع ملاحظة وكما قلنا سابقا أننا نستخدم المتوسط المتحرك 14 لمعرفة الاتجاه. وأذكرك أخي المتداول أنك لابد أثناء التداول من معرفة الاتجاه العام للأسعار في السوق الذي تتداول عليه، ومن ثم حاول تدخل صفقاتك مع الاتجاه العام. الأمر يتطلب بعض الصبر والتأني حتى تأتي الفرصة المناسبة والتي إلى حد ما تكون نموذجية، لذلك يجب عدم التسرع وضبط النفس حتى تأتي هذه الفرصة. ومع الحلقة الرابعة من هذا الكورس تحت عنوان نموذج الاختراق بيرسينج باترن، هذا النموذج نمط سعري عاكس للاتجاه الهابط يتكون من شمعتين، الأولى طويلة حمراء تتبعها شمعة طويلة خضراء. سعر فتح الشمعة الخضراء يكون في مستوى أقل من سعر فتح الشمعة الأولى الحمراء، وسعر إغلاق الشمعة الخضراء يكون في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى الحمراء. هذا النمط يشبه إلى حد ما النموذج الابتلاعي انجالفينج باترن، إلا أن سعر الإغلاق في هذا النموذج يستقر في المنطقة العلوية لجسم الشمعة الأولى، أي كما قلنا سعر الإغلاق هنا في هذا النموذج يكون في مستوى أعلى من منتصف جسم الشمعة الأولى الحمراء. والآن مع أمثلة عملية كتطبيقات على هذا النموذج على الشارت، وكما قلنا من قبل أننا نستخدم المتوسط المتحرك 14 لتحديد الاتجاه، حيث لابد للمتداول مبدئيا أن يحدد الاتجاه العام للزوج الذي يتداول عليه وأن يأخذ صفقاته مع الاتجاه العام. وفي حالة أخذ صفقات على الماينر ترند ننصح بأنها تكون صفقات سريعة ومضمونة بنسبة جيدة، وأن يتحقق فيها شروط النموذج بدرجة مثالية إلى حد ما، والمفضل هو التداول مع الاتجاه العام سواء بيعا أو شراء. المحاضرة تحت عنوان نموذج نجمة الصباح مورنينج ستار، هذا نموذج نمط سعري عاكس للاتجاه الهابط، أي يعكس اتجاه الأسعار من حالة الهبوط ويحولها إلى صعود، وعلى ذلك فهو نموذج ثيراني شرائي يتكون من ثلاث شمعات، الشمعة الأولى جسمها أحمر طويل والثانية في صورة نجمة، وهي عبارة عن جسم صغير أحمر أو أخضر لا يهم اللون. هذه النجمة تبتعد عن الشمعة الأولى الحمراء بحيث لا يتلامس الجسمان، أي أنه هناك مسافة بين جسمي الشمعتين. أما الشمعة الثالثة فتكون خضراء، يأتي سعر إقفالها بداخل جسم الشمعة الأولى، أي أن سعر إغلاق الشمعة الخضراء الثالثة يكون داخل مدى جسم الشمعة الحمراء الأولى. مع ملاحظة أنه قد تكون هذه النجمة الصغيرة التي تأتي بين الشمعتين الحمراء والخضراء قد تكون دوجي، وفي هذه الحالة يسمى النموذج نجمة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار. هذا النمط يشبه تماما نجمة الصباح مورنينج ستار، ولها نفس الخواص من حيث الشكل وطريقة التداول. المحاضرة السادسة من هذا الكورس عنوان المحاضرة الجنود الثلاثة البيض 3 وايت سولدرز، هذا النموذج يتكون من ثلاث شموع طويلة خضراء، كل شمعة يرتفع سعر إقفالها عن الشمعة التي تسبقها، أي أن سعر إغلاق الشمعة الثانية يكون أعلى من سعر إغلاق الشمعة الأولى، وكذلك سعر إغلاق الشمعة الثالثة أعلى من سعر إغلاق الشمعة الثانية، وهي جميعا أي الثلاث شموع إما بدون ظل علوي أو بظل علوي قصير،
أي أن إقفالاتها وإغلاقاتها تكون عند أعلى سعر بكل شمعة أو قريب جدا منه، وهذا دليل على قوة المشترين وسيطرتهم التامة على السوق، حيث أن الأسعار ترتفع بشدة بلا تراجع، والإغلاقات تقترب من أعلى الأسعار المتداولة خلال الجلسة. وهذا النموذج كما قلنا ثراني شرائي عاكس للاتجاه الهابط، ويفضل الدخول بالشراء عند مناطق الدعم وفي حالة وجود نماذج إنعكاسية كما تكلمنا فيما سبق، مثل المطرقة والمطرقة المقلوبة والنموذج الابتلاعي ونموذج الاختراق ونجمة الصباح، حيث يعد نموذج الجنود الثلاثة البيض ثري وايت سولدرز النمط السادس من أنماط الشموع اليابانية في هذه السلسلة. المحاضرة السابعة في هذا الكورس تحت عنوان الرجل المشنوق هانجينج مان. هذا النموذج عبارة عن نمط شعري يأخذ شكل المطرقة نفسه، أي أنه نفس شكل شمعة الهامر، إلا أنه يظهر عندما يكون اتجاه الأسعار لأعلى، أي أن شمعة الرجل المشنوق هانجينج مان تأتي في نهاية اتجاه صاعد. وعلى ذلك فإن ظهور هذا النموذج ينبئ ببداية عكس الاتجاه من صاعد إلى هابط، وظهور هذا النموذج يعطي إيحاء نفسي بأن الأسعار عرضة للسقوط وأن السوق سيقوم بشنق المشترين. ومما يؤكد ذلك ظهور شمعة التأكيد التي تغلق أسفل ذيل هذا النموذج، مما يؤكد أن الأسعار في نزول. أيضا في هذه الحالة كما هو الحال في شمعة الهمر، ليس للون الجسم أي أهمية، فقد يكون لون شمعة الهانجينج مان خضراء أو حمراء، اللون غير مهم. ومع المحاضرة الثامنة تحت عنوان النجمة الطائرة شوتينج ستار، هذا النموذج نموذج إنعكاسي عاكس للاتجاه من صاعد إلى هابط، ويأخذ نفس شكل المطرقة المقلوبة inverted hammer، لكنه يظهر بعد ارتفاع كبير في الأسعار. وشمعة الشوتينج ستار تنبئ وتخبر وتنبئ على بداية وقرب هبوط الأسعار، مثلها مثل الرعد الذي يأتي في السماء قبل هبوط الأمطار. وعادة ما يعمل الظل العلوي لشمعة الشوتينج ستار كمستوى مقاومة للأسعار إذا ما عاودت الصعود إليه مرة أخرى، ويكون طول هذا الظل العلوي على الأقل 3 أمثال طول جسم الشمعة، وهي في شكلها المثالي يكون هناك فجوة أي جاب بينها وبين الشمعة التي تسبقها. ومع المحاضرة التاسعة تحت عنوان نجمة المساء إيفنينج ستار، هذا نموذج نمط شعري عاكس للاتجاه الصاعد، يعني ظهور هذا النموذج ينبئ ويخبر وينبه على تحول الاتجاه من صاعد إلى هابط، وهو يتكون من 3 شمعات، الأولى بجسم أخضر طويل، والثانية الشمعة الوسطى عبارة عن جسم صغير أحمر أو أخضر لا يهم اللون. هذه الشمعة الثانية تبتعد عن الشمعة الأولى مسافة بحيث لا يتلامس الجسمان، أما الشمعة الثالثة في النموذج فتكون حمراء يجيء إقفالها، يعني إغلاقها بداخل جسم الشمعة الأولى، أي أن سعر إغلاق الشمعة الثالثة يقع داخل مدى الأسعار للشمعة الأولى الخضراء. أما إذا كانت الشمعة الوسطى في هذا النموذج هي شمعة دوجي، سمي هذا النموذج بنجم الدوجي المساء Evening Doji Star، وهو نمط سعري شبيه بنجمة المساء تماما. وكما قلنا أن هذا النموذج يحول الاتجاه من صاعد إلى هابط. ومع المحاضرة العاشرة في هذا الكورس تحت عنوان غطاء السحابة المظلمة Dark Cloud Cover، هذا نموذج نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، أي أنه يخبر وينبه
على قرب تغير الاتجاه من صاعد إلى هابط، وهو يتكون من شمعتين، الأولى طويلة خضراء يليها مباشرة شمعة طويلة حمراء. سعر فتح الشمعة الثانية يكون في مستوى أعلى من أعلى سعر للشمعة الأولى، وسعر إغلاقها في مستوى يقل عن مستوى منتصف جسم الشمعة الأولى. وهذا النموذج هو عكس نموذج الاختراق البيرسينج باترن، ويشبه إلى حد ما النموذج الابتلاعي بيرش انجالفينج باترن. ومع المحاضرة رقم 11 في هذا الكورس تحت عنوان الغربان الثلاثة السود 3 بلاك كراوس، هذا نموذج عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من ثلاث شموع طويلة حمراء تتدنى أسعار إقفالها، بمعنى أن سعر إغلاق الشمعة الثانية يكون في مستوى أدنى من سعر إغلاق الشمعة الأولى، وسعر إغلاق الشمعة الثالثة يكون في مستوى أدنى من سعر إغلاق الشمعة الثانية. وهذا معنى كلمة تتدنى أسعار إقفالها، أي أن كل سعر إقفال يكون أدنى من السعر الذي قبله، وهي جميعا إما بدون ظل سفلي أو بظل سفلي قصير، أي أن إقفالاتها تكون عند أدنى سعر لكل شمعة أو قريب جدا منه. وهذا دليل على قوة البائعين وسيطرتهم التامة على السوق، حيث أن إغلاق كل شمعة أدنى أو قريب من إغلاق الشمعة السابقة يشير إلى أن الأسعار تهبط بحدة وبلا تراجع، والإقفالات تقترب من أدنى الأسعار المتداولة خلال الجلسة. وهذا النموذج هو عكس الجنود الثلاثة البيض. ومع المحاضرة رقم 12 في هذا الكورس تحت عنوان شمعة الدوجي، دوجي كلمة يابانية تعني الشيء نفسه، وهو ما يطلق على شمعة يكون فيها سعر الفتح في نفس مستوى سعر الغلق، أي عندما لا يوجد أي فرق بين سعر الفتح وسعر الغلق، أو يكون الفرق بينهما ضئيلا جدا للغاية لا يكاد يذكر. وفي هذه الحالة فإننا نتعامل مع شمعة بلا جسم أو بجسم صغير جدا يصعب رؤيته. وللدوجي أربعة أشكال تختلف باختلاف مكان سعري الفتح والإغلاق بالنسبة لمدى السعر. والشرطة في الدوجي تسمى فور برايس دوجي، تحدث عندما تتساوى أسعار الجلسات الأربعة، يتساوى فيها سعر الفتح مع سعر الغلق مع أدنى سعر وأعلى سعر. والدوجي بمفرده من أهم الأشكال عامة، كما أنه يعتبر جزءا مهما من مكونات الأنماط المركبة من عدة شموع. فظهور دوجي مثلا بعد رحلة صعود طويلة وحادة للأسعار معناه أن السوق قد دخل في مرحلة غامضة محيرة، وأن المتداولين سواء كانوا بائعين أو مشترين حائرين وغير متأكدين هل ستواصل الأسعار في نفس الاتجاه والصعود إلى مستويات أعلى من ذلك، أم أنها سوف تعكس اتجاهها. وظهور الدوجي هنا في هذه الحالة دليل على توازن قوة الثيران مع قوة الدببة، بينما العكس صحيح في حال ظهور الدوجي عندما يكون اتجاه الأسعار في هبوط، أي عندما يكون اتجاه الأسعار نزوليا، فإن هذا معناه عدم قدرة البائعين على ضغط الأسعار أكثر من ذلك، وبالتالي فإن احتمال ارتفاع الأسعار إلى أعلى في هذه الحالة يكون قويا. ومع المحاضرة رقم 13 في هذا الكورس تحت عنوان القمم الدوارة والقيعان الدوارة spinning tops and spinning bottom، هذا النموذج يتكون من شمعة واحدة حمراء أو خضراء لا يهم اللون، وظلال الشمعة العلوية والسفلية صغير، واتجاه الشمعة غير مهم، وممكن أن تكون هذه الظلال طويلة. وإذا كانت شموع الدوجي تعبر عن الشك والحيرة في الأسواق، فإن هذا النموذج يعبر عن حالة التردد في السوق ما بين الصعود والهبوط، حيث يعبر
عن حالة الإنهاك والتعب التي وصل إليها كل من البائعين والمشترين. وعلى ذلك فإنه إذا كان السوق صاعد وظهر هذا النموذج فإنه يتحول إلى اتجاه عرضي جانبي أو هابط، وإذا كان السوق في حالة هبوط وظهر هذا النموذج فإنه يتحول إلى اتجاه عرضي جانبي أو صاعد، ولا يعتمد على هذا النموذج في التداول ودخول الصفقات إلا إذا وجد عند مستوى دعم أو مقاومة أو أي حاجز فني، ويفضل التداول بهذا النموذج في حالة ظهور شمعة التأكيد. فإذا كان الاتجاه صاعد وظهر هذا النموذج فإن الاتجاه المحتمل هو الاتجاه العرضي أو الهبوط. في حالة الهبوط تظهر شمعة التأكيد التي تغلق أسفل مستوى ذيل شمعة سبيلينج توب، ويمكن من بعدها أخذ صفقة بيع. وفي حالة الصعود تكون شمعة التأكيد هي الشمعة التي تغلق أعلى من ذيل شمعة سبيلينج بوتوم، وفي هذه الحالة يمكن دخول صفقة شراء، وننصح المتداول بعدم الدخول في الصفقات إلا بعد ظهور شموع التأكيد سواء في الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط، سواء بيعا أو شراء. مع ملاحظة أنه من ضمن عيوب هذا النموذج في التداول أنه حتى مع التأكيد لا يوجد ضمان بأن السعر سيستمر في الاتجاه الجديد طويلا، لذلك يجب الحذر في حالة التعامل مع هذا النموذج spinning top and spinning bottom، ويكفي أخذ صفقة واحدة بعد ظهور شمعة التأكيد سواء بالشراء أو بالبيع. ومن حيث الشكل فإن الفرق بين هذا النموذج وشموع الدوجي معنويا يمثل الشك والحيرة وعدم اليقين بالنسبة للمتداولين، أما هذا النموذج كما قلنا فهو يمثل التردد في الأسعار. أما بالنسبة للشكل العام للقمم والقيعان الدوارة spinning tops and spinning bottom فإنها تكون ذات أجسام حقيقية لها ظلال علوية وسفلية طويلة أو قصيرة، المهم أن جسم الشمعة يقع في منتصف هذه الظلال تقريبا، بينما الدوجي فهو بلا جسم أو جسم يكاد لا يرى وظلال العلوية أطول من السفلية، ما عدا في حالة الدراجون فلاي دوجي أو الجريفستون دوجي، مع ملاحظة أن كل من النموذجين يحدثان بشكل كثير ومتكرر ويستخدمان أحيانا كتنبيه لانعكاس على وشك الحدوث بعد حركة سعرية قوية. وكل من النموذجين سواء الدوجي أو السبينينج يعتمد على شموع التأكيد بشكل كبير جدا. التفسير النفسي لتكون هذه الشموع، تحدث هذه الشموع عندما يدفع المشترون السعر الأعلى خلال فترة زمنية معينة، ويقوم البائعون خلال نفس الفترة الزمنية بدفع السعر إلى الأسفل، مما يشكل spinning top في اتجاه صاعد في حالة ما إذا كان الدفع من قبل المشترين، أو spinning bottom في حالة ما إذا كان اتجاه الدفع من قبل البائعين إلى أسفل. ومع المحاضرة رقم 14 تحت عنوان الطرق الثلاثة النازلة Failing 3 Methods، هذا النموذج نموذج استمراري وليس عاكس للاتجاه، ويعبر عن وقفة لالتقاط الأنفاس في الاتجاه الهابط للأسعار. هذه الوقفة تحدث بعد شمعة حمراء طويلة وتتكون من ثلاث شمعات صغيرة خضراء ترتفع بالتوالي، وتكون جميعها فيما بين أعلى وأدنى سعر الشمعة الحمراء، أي أن هذه الشموع الثلاثة تقع كلها داخل مدى الشمعة الحمراء الطويلة، وعادة ما تكون هذه الشموع جميعها خضراء، ثم يلي ذلك شمعة طويلة حمراء،
تؤكد استمرار الاتجاه الهابط للأسعار والذي كانت تسير عليه الأسعار في البداية وقبل هذه الوقفة الاستثنائية لالتقاط الأنفاس، حيث يهبط سعر الإقفال أدنى من كل الأسعار السابقة بهذا النمط، بمعنى أن إغلاق الشمعة الحمراء الأخيرة التي تأتي بعد هذه الشموع يكون أسفل من مستوى جميع إغلاقات الشموع السابقة لها في هذا النموذج. ومع المحاضرة 15 والأخيرة في هذا الكورس تحت عنوان الطرق الثلاثة الصاعدة Racing Three Methods، هذا النموذج نموذج استمراري وليس عاكس للاتجاه، بمعنى أن ظهور هذا النموذج يعطي دلالة وإشارة وعلامة للمتداول على أن الأسعار ستواصل السير في نفس الاتجاه التي كانت تسير عليه قبل ظهور هذا النموذج. وعلى ذلك فظهور هذا النموذج معناه وقفة لالتقاط الأنفاس في الاتجاه الصاعد تحدث بعد شمعة خضراء طويلة، وهو عبارة عن ثلاث شمعات صغيرة تهبط بالتوالي وتكون جميعها فيما بين أعلى وأدنى سعر للشمعة الخضراء، أي أن افتتاحها وإغلاقها جميعا يقع داخل مدى الشمعة الخضراء الطويلة، وغالبا ما تأخذ كلها اللون الأحمر، ثم يلي ذلك شمعة طويلة خضراء تؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للأسعار، حيث يرتفع سعر الإغلاق أعلى من كل الأسعار السابقة لهذا النمط. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبلغ خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.